رح تحصل على فرصة عمل رح تحصل على موضوع يمكن يتعلق بسفر ولكن هذا الشيء دخله خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي في له قيمة معنوية كمنصب كشي ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت بدك اياه بشكل عام يعني اللي في حبيب غايب عنك بس لسه ما فتحنا يعني على عاطفة بعدين بنقول ومين هذا الشخص اللي بيكرهك من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كذا رح يصير في وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد شايفة هذا الشخص عنده التزامات كتير عنده التزامات مادية كتيرة لذلك في بداية الفترة بحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد ولكن بعدين رح تجي رح تجي يعني رزقه معينه اكيد يعني من الشغل او ممكن من برا الشغل اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعوا لك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجع لك اياها ممكن يكون قرض ممكن يكون ارث ممكن زوده بال بالدخل نفسه او فرصه عمل اخرى يعني افضل من الاولى ولكن شايفيتك متلقط بال بالفرصه الاولى او الشغل اللي انت فيه متلقط فيه وخايف كتير يعني عندك طاقه خوف كبيره من انك تفقد هذا الشيء ولكن انا شايفه بالعكس ما راح تفقده بالعكس راح يكون في ترقيه وزوده بالدخل زياده بالدخل. أه بشوفك هون اكثر شيء عم تصارع مرض المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة اذا كان عضوي اذا كان نفسي فهو موجود عندك بسبب شخص يا اما دلو او مائي بشكل او مائي خلينا نقول او هوائي عم بتكون كيف بدي اقول لك عم بتكون بتصارع حالك يعني انت حاسس او آه انه هذه العلاقه مش صح هاي العلاقه ماشيه بطريق مش صح آه وبتحاول انك تطلع من هذا من هاي العلاقه بتحاول انك تطلع من طاقه هذا آه الشخص لكن شايفتك انه لا انه يعني راح تضلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هذا الشخص في للبعض كمان اوكي استشفوا وخلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد ف برج القوس يعني برج القرارات فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون عم بتكون الماجيشن عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياه اللي بده اياها بهاي الفتره رح يكون اللي هو تغييرات هو بايدها هو بايده بيعملها شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى إن الظروف هي اللي تخدمه هو اللي رح يستعمل أدواته كلياتها التولز تبعوله عشان يغير اللي حواليه ورح ينجح بهذا الموضوع شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر على المكان اللي هو فيه فأنا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان بشوف الفتره الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفتره طويله جدا فكون حذر من الشغلات اللي رح تزرعها بالفترات الجايه اللي هي بهاي الفتره هاي الفتره رح تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر المهم في هاي الفتره اللي هي عم نفتح عليها رح تاثر على فترة طويلة بعديها ممكن تمتد لسنة فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مظبوط انه احنا ما نغلط نكون صبورين شوي الامور ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقولوا مش احلام وردية الشغلة ف أه شايفيتك هون شايفه برج القوس ممكن يكون والله الطاقات على فكره حبايبي عم تكون ما ترابيه مائيه هوائيه طيب في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف ثالث ايه على فكره مش طرف ثالث خلينا نسيبنا من هاي الكلمه لانه اول ما تسمعوها بيجى عبالكم العاطفه انا مش دائما بقصد فيها العاطفه يعني احيانا آه، طرف ثالث في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كذا كمان هذا اسمه طرف ثالث المهم آه، عم بيكون هذا الشخص آه، مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك مثل طاقه سامة في حياتك عم بي آه بيبين لك إنه هو كتير ملاك إنه هو كتير منيح ولكن هو في الحقيقة هو إنسان حاقد وإنس- ممكن يكون أنثى ممكن يكون ذكر عم بيكون حاقد جدا وحسود لإلك وإنت مش عارف إذا قلنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية كالطرف الثالث مش إنت ولا الشريك. الطرف الثالث. أه هون بشوفك كمان يعني هاي الفترة كلياتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته، كل الامور بايدك انت. شوف زي ما انت بتحصد زي ما انت بتزرع رح تحصد. هاي الكارما. هاي هاي المواضيع يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجع لك. إذا طلعت خير رح يرجع لك خير. هي هاي, هاي الكارما اذا طلعت ظلم رح يرجع لك ظلم فهون الكارما رح تتحقق بهاي الفتره على الصعيد العاطفي شايفه انه الطرف الثاني عم يستنى موعد مناسب عم يستنى وقت مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا القراءه ممكن تكون عكسيه دائما بنحكيها إيه ولكن عم بفكر بطريقة جدية عم بفكر باستمرارية العلاقة على الأقل في خياله عم بتخيل هذا الإشي وعم بفكر فيه خلينا نفتح على العاطفة أكثر شو رأيكم نستعمل هذا الورق بين عندي الأشخاص العزاب لحد الآن اشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح، بالسولميد ميد، بالشخص اللي بيحلموا فيه كفارس أحلام، ممكن إنه تلتقوا فيه بهاي الفترة، ولكن ممكن يكون بالعمل، إذا ما كان في العمل، على فكرة مش ضروري إنه يشتغل معاكم، ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه، فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم. اللي مش عم يشتغل اساسا من من برج القوس ممكن يلتقي في هذا الشخص في يعني في جمعه ما بعرف شو هي هاي الجمعه ممكن مؤتمر ممكن المهم جمعه ناس يعني مش بس انتو لحالكم رح تتعرفوا بهذا ال ورح يكون على فكرة شخص مش قريب يعني ما كنت تتوقع أبدا أنك ممكن تحب أو يعني تحب شخص من هذا النوع او شخص من هذا من, من هذا النوع <applause> حبيبي ممكن يكون عندك في طاقه سلبيه عم بتوقف في اللي هو في في طريقك انت والشريك حتى لو كنتوا متزوجين في في طرف يعني في طرف ثالث او حتى اكثر من شخص عم بيوقفوا بطريقكم بشوفك هون عم تلجا للاستشفاء ممكن انه تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكثر من انه تستشفي من طاقه سلبيه او من التنتين مع بعض او انك بتعتبر انه الشريك طاقه سلبيه وعم تخلص منها ولكن انا بشوف رغم هيك انت بالعكس انت عم بتمثل والطرف الثاني عم بيمثل يعني انتو مش مبسوطين انتو الاثنين فكل واحد عم بيوهم الثاني في طاقة اوهام عم يوهم الثاني انه هو عايش حياته انه هو مبسوط انه هو كذا فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون لابس مثل الدرع حاط خرزة زرقاء طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا عند الحنجرة اكتر بيلبسوها اللون الازرق شوف هي مش محطوطة هون محطوطة بطريقة غلط هون ، هذا دليل او كذا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا بتعملوا اوهام لبعض غموض كل واحد بحاول انه يخلي الطرف التاني هو اللي صالح شايفة بناتكم زي ما قلت في النهاية هون انه في رح يعني رح تكتشفوا انه هذا الطرف هو السول ميت تبعكم او توأم الشعلة او 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 بس انه رح تقربوا كتير من بعض بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط او على المدى البعيد أه وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقه العاطفيه يعني مش عارفه شو قصه الطرف الثالث هذا كل شوي ببين أه ولكن شايفيتك انت مستعد مستعد وفي هذا الكرت اخر كرت بالقراءة ببين انه شوفوا اربع وردات كان هناك مبين انه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون اربع وردات يعني أكثر للجدية أكثر بروح الموضوع شايفيتك يا قوس عم تصغر كثير بهاي الفترة وكأنك عم تهتم بحالك يعني كثير عم تصغر يعني اللي حواليك عم بحسوك إنه شكلك صغرت عشر سنين أو أنت حتى بتحس حالك بالفترة الجاية إنه صغرت عشر سنين في فرحة بطريقك حلوة ولكن أنت متوقع أشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تطولك أنت بعيدة عنك فاطمئن وريح ويعني ما ما تفكر كثير في الموضوع عم بتكون كلها مخاوف بدون آه أنتوا على فكرة مش سول في ناس لا هي توأم شعلة في ناس منكم توأم شعلة هذا تأكيد يعني من الأوراق ببين انه في شخص خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم يعني داخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار يعني متلقط فيك أكثر متعلق فيك اكتر صار عنده الموضوع زي الادمان فبالاخير انا شايفه اجتماع لهدول الشخصين فالحمد لله يعني قراءه حلوه كانت إيه هذا بالنسبه لبرج الجوزاء حاول نشوف نصائح لبرج الجوزاء إيه شو الورق شو الورق اللي نختاره مش عارفه نشوف انا ليش كل شوي بخربط بالاسماء يعني انا عارفه انه القوس و... وعم بنوي على القوس بس بتعرفوا ال... الواحد بلخبط يعني بلخبط بس باللفظ اما بالنيه بتكون لا مفتوحه على برج يعني معين هذا الكرت طلع مقلوب يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور ابسط بكتير مما انت تفكر لا تعقد الامور لا تخاف كتير ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكذا هذا الشهر ما بعرف شو هو عم تطلع حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني في في مخاوف في مع انه ما بيكون في داعي للمخاوف فبيقولك لك لا اشحن حالك بالطاقه بالطاق الايجابيه وما بتفكر ما تفكر بهذا النوع من التفكير لانه انت الوحيد الخسران. خلينا نشوف اشي تاني. هون بقول لك انه هوبيز مش عارفه ليش طلعت بقول لك انه يمكن انت رح ترجع ل... يمكن تعرف ترسم يمكن بتعرف تغني صوتك حلو يمكن عندك هوايه معينه هاي الهوايه بقول لك نميها ممكن انه تحصل من وراها على امور يعني اما راحه نفسيه او دخل او المهم فيه في اللي هو فائدة من هذا الموضوع فنستغله بس حبايبي وبتمنى لكم شهر يكون حلو كتير بشوفكم بالقراءة الجاي حبايبي باي